يوم واحد فقط بعد عقد الشراكة الذي ربطه بإحدى الشركات بقيمة 400 مليون سنتيم لمدة سنتين، خاض فريق الرجاء البيضاوي مساء أمس لقاء وديا ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. هذا الأخير يستعد للبطولة الفرنسية، فيما الرجاء جربت أكبر عدد ممكن من العناصر خصوصا التي التحقت بالفريق سواء من رشاد البرنوسي أو من الأقسام الأخرى. وهكذا وبعد بداية موفقة لفريق باريس سان جيرمان بواسطة اللاعب روبر لورون الذي افتتح الجيل لصالح فريق باريس سان جيرمان، هنا محاولة ثانية كادت أن تعطي الهدف الثاني لأن الحارس البو عبدلاوي تألق في صد هذه المحاولة. فريق الرجاء البيضاوي بعد ذلك حاول البحث عن هدف التعادل خلال الجولة الأولى إلى أنه لم يتمكن خصوصا بواسطة اللاعب عمر نجاري الذي تألق مرة أخرى خلال هذه المواجهة، كما تألقت عناصر أخرى ضد فريق باريس سان جيرمان. آخر محاولة لفريق الرجاء ضربة خطأ يقذفها اللاعب عمر نجاري والكرة تصطدم بالعارضة. بين الشوطين تم تسليم كأس أحسن لاعب خلال الجولة الأولى للاعب أمين الرباطي. مع بداية الجولة الثانية قام المدرب فتحي جمال بالعديد من التغييرات داخل الفريق، تمكن على إثر الفريق من تسجيل هدف التعادل بواسطة لاعب لوباركي بعد تمريرة جيدة من لاعب عمر النجاري. إصابة لمثلها وفريق الرجاء البيضاوي لن يكتفي بهدف التعادل بل سيقوم بمحاولة أخرى بحثاً عن الأهداف في مرمى فريق باريس سان جيرمان. هنا محاولة أخرى لفريق باريس سان جيرمان إلى أن الحارس بعد طويلة صدى مرة أخرى قبل أن يتمكن فريق الرجاء من إضافة هدفه الثاني بواسطة اللاعب المباركي بعد تمريرة جيدة من اللاعب الخليفي. إصابتين لواحدة ومباشرة بعد ذلك سيتمكن فريق الرجاء البيضاوي من إضافة هدف ثالث دائما اللاعب الخليفي في اتجاه المباركي وهدف ثالث. 3 إصابات لواحدة لصالح فريق الرجاء البيضاوي الذي تألق بشكل كبير خلال هذه المواجهة. وكما ذكرت فالمدرب فتحي جمال قام بعديد من التغييرات خلال الجولة الثانية. بعد ذلك فريق باريس سان جيرمان سيتمكن من تقليص الفريق على إثر ضربة جزاء لتنتهي المواجهة بفوز الرجاء البيضاوي ب3 إصابات لـ2. لا ما كناش كنتصوروا نفوزوا على الفريق بقدر ما كنا كنفكروا نديروا مقابلة جيدة، قدموا عروض شيقة على الجمهور اللي حضر بكثرة باش نحتفلوا باللقب الخامس على التوالي اللي حصل عليه فريق الرجاء البيضاوي. واللاعبين الان كيمتازوا بواحد الثقة في النفس اللي كتخليهم يواجهوا جميع الفرق اللي ما في الفرق الأوروبية. وداي ذلك شفتوا الشوط الثاني ديال المقابلة كيفاش مر وكيفاش اللعابة سيطروا سيطرة تامة على المجريات المقابلة. للإشارة فلاعب الرجاء سيخلدون للراحة على أن تستأنف التدريب بداية أغشت المقبل.